فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. في فيديوهات اتنشرت ليا بالإكراه وضرب واغتصاب، انا الناس ما اغتصباني، واحد اسمه مازن ابراهيم اغتصبني تمام، وبصورني بالإكراه وضربني ومعورني في كل جسمي ومصورني بالإكراه، واللي منزله الفيديو دي كانت بنات صحابي متفقين معاهم اسمها شيماء شاكر وواحده ثانيه اسمها رحمه واحدة اسمها التانية اسمها فاطمة اخت شيماء، كانوا متفقين مع مازن ان هم هيغتصبوني وهيضربوني بالاكراه وهيصوروني، وديهم كلهم عملوا اللي في نفسهم وعملوا حاجات غريبة، وكانت اول مرة تحصل في حياتي ان انا اطلع كده وان هم يغتصبوني ويضربوني بالاكراه ويصوروني بالاكراه، وانا عايزة حقي إذا كان لو الحكومة بتتفرج عليا نفسها تطلع تجيب لي حقي. وناس كتير وقعتني ما بين انا ومازن اللي هم البنات اللي هم المفروض ان هم صوروني كمان على عدتهم اللي هم رفعوا الكلام ده، بس المشكله خلاص يعني الحوار خلص وما بعتش في اي حاجه الحمد لله يعني تمام. اللي حكى لك عني وانت صدقته جه وحكى لي عنك، بس انا هزقته انا هزقته. معلش قادر يطلع ورايا عشان اتعور. تعالى لسه انا حوارنا النهارده عن منى عبد العزيز فتاة التيك توك اللي ما كانتش تعرف انها بين يوم وليله هتكون ترند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رغم انها كانت بتحاول كده وبكل قوه انها تكون ترند، بس تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فشهرتها دي تيجي بسبب انها تكون ضحيه اغتصاب وتشهير من طرف شباب غير اسوياء. وابتدت القصه لما اصحاب منى عبد العزيز عزموها على الفطار، ولما راحت اتفاجئت ان هم اتفقوا عليها مع شاب اسمه مازن واغتصبها، واللي ساعد مازن هم اصحابها اللي عزموها على الفطار وصوروها في اوضاع مخله للاداب العام، واعتدوا عليها بالضرب الشديد قوي وهددوها ان هم هينشروا مقطع الفيديو اللي اغتصبوها على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وما كانش في حاجه قدامها غير انها تطلع في بث مباشر تتكلم فيه عن حادثه الاغتصاب اللي حصلت على ايد الشاب اللي اسمه مازن. طيب هتكلم دلوقتي. في فيديوهات اتنشرت ليا بالاكراه وضرب واغتصاب، انا الناس مغتصباني
واحد اسمه مازن ابراهيم اغتصبني تمام، ومصورني بالاكراه وضربني ومعورني في كل جسمي ومصورني بالاكراه. واللي منزله الفيديو دي كانت بنات صحابي متفقين معاهم، اسمها شيماء شاكر، وواحده ثانيه اسمها رحمه، وفي وواحده اسمها الثانيه اسمها فاطمه اخت شيماء. كانوا متفقين مع مازن ان هم هيغتصبوني وهيضربوني بالاكراه وهيصوروني، واديهم كلهم عملوا اللي في نفسهم وعملوا حاجات غريبه. وكانت اول مره تحصل في حياتي ان انا اطلع كده، وان هم يغتصبوني ويضربوني بالاكراه ويصوروني بالاكراه، وانا عايزه حقي. اذا كان لو الحكومه بتتفرج عليا نفسها تطلع تجيب لي حقي، مش عشان انا مثلا يتيمه او انا معرفتش العلم الصح او انا معرفتش الغلط. ويرد عليها مازن بالصوره دي ويقول انا ما عملتش كده، احنا كنا اصحاب عادي وفجاه قلبت عليا، والكلام اللي قالته ده كله ما حصلش، وبكره الطب الشرعي يثبت كلامي. بصوا يا جماعه، انا وقعت مع عصابه ايه اللي هي شايره منا وكلاشينكوف. كلاشينكوف ده كان بيجي ياكل ويشرب وينام من جيبي. منا ملهاش اهلها متبرين منها، زمان سرقت فلوس عمليه امها ماتت بسببها، حلقت شعرها بتقطع شرايينها بنقف جنبها، ناس بتضربها بنقف جنبها، اي حد بيجي عليها بنقف جنبها. لما بطلنا وعرفنا حقيقتها بقينا وحشين، بقينا لما بطلنا نديها فلوس بقينا بنغتصبها. انا هنزل لكم الصور دلوقتي وهي نايمه قاعده على حجري وقاعده بتبوسني، تمام كده. انا عايز اروح للطب الشرعي دلوقتي، انا عايز اروح للطب الشرعي دلوقتي، انا بناشد انا عايز اروح للطب الشرعي دلوقتي. دي اصلا مش بنت، وكشفنا عليها دي مش بنت. اول حاجه دي عشان واحده بتطلع تعرج اسمها فالناس متعاطفين معاها. انا قدام اي حد اجي دلوقتي يتكشف عليها، لو انا طلعت لمستها بحق هيحصل لي اي حاجه، ربنا يحطه في عافيتي وصحتي واهلي، تمام. انا ما جيتش جنبها وعايز اروح للطب الشرعي، هي بتبزني عايزه فلوس عشان احل، عايزه تليفون وعايزه فلوس عشان احل لك المشكله. انا ولا هديكي فلوس ولا هحل معاكي، انا عايز اروح للحكومه وبناشد لاي حد يوديني الطب الشرعي دلوقتي حالا. وقالت كمان اسامي اصحابها اللي اتفقوا عليها وهي شيماء شاكر واختها، ودول اكبر سبب في ان يتمكن مازن في اغتصابها وتصويرها تحت التهديد في اوضاع مخله. وترد عليها شيماء شاكر وتقول وادي السهل، لان كانت سارقة من الواد مازن تليفون قبل كده، ومازن وقف لها في كذا حوار وطلعها، وكانت بتتدرب في المقاطع معينة سامين عليها ومبهدلينها، ومازن وقف معاها ومشيها، وتاني يوم بالظبط على طول بعد ما حل الحوار خدت بعضها وراحت للعيال دي تاني. فدي واحدة اللي هيخش يتكلم يقول لي حرام وكما تدين تدان ومش عارفة ايه ومن سطر ومن عمل، لا مفيش الكلام ده. دي بتتصور وتقعد تصور ببرات وبندرات وتقعد مفيش فيديو ليها محترم، كل فيديوهاتها كده تمام، فمحدش يجي يقول لي انت زيك زيها، لا انا مش زي انا مش اتكلم اطلع، وانا ما بتفوتش لحد، وما تجيش واحده زي موني ملك بنت، ولو فكرتي بس دماغك توزف لاي حاجه الفيديو بتاعها انزله له، ومش هبقى على حد ومش مفيش حاجه اسمها ولايه ومفيش حاجه بقى، هنشيل كل ده من دماغي تمام. فما تجيش هي تعمل لي مشاكل في البيت وتيجي تعمل حوارات وتعمل نفسها بريئه وتطلع لي دمعتين من عينيها بقى وتقعد تعلق في الفيديو، وانا عايزه حقي، الحكومه تجيب لي حقي، مش عارفه مين يجيب لي حقي، يجيب لي حقك فين؟ ده الناس كلها في شخنه في اللايف على الانستجرام. مقطع الفيديو اللي اغتصب فيه منى عبد العزيز عمل حاله غضب لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وفعلوا هاشتاج اللي نزلت، اللي واحده اسمها شيماء شاكر نزلتها عندها. انا طلعت اتكلم في الموضوع ده. جماعه احنا كنا معزومين عند واحد صاحبنا اسمه مازن ابراهيم. مازن ابراهيم ده كان عازمنا على الفطار انا وثلاثه اصحابي وهم اصحابهم في نفس الوقت. حاليا احنا المفروض ان احنا كنا نروح، بس الحظ اتقفل علينا ومعرفناش نروح، فاضطرينا ان احنا نقعد لحد الصبح. مازن وثلاث بنات صحابي وواحد صاحب واحد صاحب مازن اسمه بيشوي، وكان معانا محمد كلاشنكوف. طبعا مازن ده ضربني واغتصبني بالاكراه وصورني بالاكراه، هو والبنات صحابي كانوا متفقين معاهم. وطبعا انا عماله اعيط، لا يا مازن والنبي بلاش، يا مازن والنبي بلاش،
مفيش من الكلام ده. ولا يا جماعة عايزة حقي دلوقتي، أنا عايزة حقي، أنا عايزة حقي، لأن أنا فعلا ما عملتش حاجة. كل اللي هو عمله إن هو ضربني وعورني زي ما انتوا شايفين كده، ومبوظني وصوروني بالإكراه واغتصبوني بالإكراه، وطبعا هما فاتحيني ومبهدلني خالص. كل اللي انا عايزه اقوله ان انا عايزه حقي. والثلاث بنات اللي هما كانوا متفقين معاهم، واحده اسمها شيماء شاكر وفاطمه شاكر اخوات، وواحده اسمها رحمه من شبرا الخيمه، كل اللي انا طالباه منكم دلوقتي ان انا عايزه حقي حالا، عشان هما اغتصبوني وعملوا فيا كل ده وضربوني. ومازن دلوقتي بعت لي مع محمد كلاشنكوف انه بس يا متناك البحر ما فيش احسن منه، انت عارف انا بحبه من الله بوريتي كاش كاتو خلاص. ويا جدعان حوار الاغتصاب اللي هي قالته ده، هي قالته وهي منهاره واعصابها تعبانه وقعدت تعيط، كانت منهاره مش عارفه بتقول ايه، ده يعني كلام طلع من قلبها وهي محروقه. يا جدعان بس يا جدعان مفيش اصلا الكلام ده، الكلام ده كله كذب، فهي كانت مخنوقه، فاي حد بيتخنق فلازم يعمل كده. واحنا مفيش اي حاجه ما بيني انا ومازن، ومازن اخويا الكبير ومفيش اي مشكله وعادي، واحنا اتصالحنا وحقنا جبناه وخلاص، ما عادش في اي حاجه من المشاكل دي وخلاص. يعني مازن اخويا الكبير وملوش لازمه بقى انكم تقعدوا تنزلوا في فيديوهات وكده، خلاص هو مش موضوع اصلا، وموضوع كله غلط غلط في غلط، وانتوا اللي بتعملوا كده. مشكله عاديه والحمد لله اتصالحنا ومفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه والحمد لله، مفيش حاجه ومازن وبيننا اخوات ولا في اي حاجه. وانتوا اخواتنا برضو على عيننا وعلى راسنا، وكل سنه وانتوا طيبين وعيد كريم بقى رمضان. منا منا يا جدعان كلكم اللي مفيش اي حاجه وهي خلاص انتوا طيبين، تعالى كده مفيش اي مشكله ما بيني انا ومازن، انا بس كنت منهاره بسبب اللي حصل، لان في ناس كتير وقعت ما بيننا الحاجات اللي هو كان بيعملها، بس هو خلاص الحوار خلص واحنا جبنا حقنا ومفيش اي مشكله، بس مفيش خلاص خلاف ما بيننا ومفيش اي حاجه. يا ريت الناس تفهم وتبطل كلام، عشان بجد انتوا بتتكلموا في حاجه انتوا مش فاهمينها. يلا كل سنه وانتم طيبين، وبشكر كل الناس. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.